أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تطير للإمارات مساء اليوم للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي بمهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق والمحدد لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد. وضمت القائمة كل من محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، علي معلول، حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، أحمد حمودي، ميدو جابر، باكا، محمد شريف، صلاح محسن، مروان محسن، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، عمرو السلية، إسلام محارب، وكريم نادفد. تقرر سفر الثلاثي هشام محمد وأيمن أشرف وأكرم توفيق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببعثة الفريق في الإمارات مساء غد الخميس عقب انتهائهم من أداء الامتحانات الدراسية. وكان الجهاز الفني قرر عدم سفر أكرم توفيق بسبب ارتباطه بامتحانات نهاية العام قبل أن يقوم الجهاز الإداري بتوفير تذاكر في التوقيت المناسب. وبهذا يلحق الثلاثي ببعثة الفريق في الإمارات غد الخميس استعدادا للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي ضمن فعاليات مهرجان اعتزال حسام غالي كابتن الفريق.